كنت بصدد توضيح بعض المعطيات التي ميزت اليوم الانتخابي في طنجة. تفضلي كوثر. كما قلت يعني اليوم الانتخابي في طنجة محمد يمكن أو حصيلة اليوم الانتخابي في طنجة يمكن أن نجمله في أربع نقاط. النقطة الأولى تهم مدى إقبال الساكنة الطنجاوية على صناديق الاقتراع، وهو إقبال يمكن أن نصفه بأنه لا بأس به، كان ضعيفا في الفترة الصباحية لكن فترة ما بعد الزوال عرفت توافدا لأعداد الناخبين. النقطة الثانية يمكن أن نجمل فيها يعني مدى مشاركة الشباب والمرأة في هذه الاستحقاقات، حيث لاحظنا حضورا وازنا للشباب، خصوصا الشباب الذين يصوتون لأول مرة في حياتهم يعني في هذه الاستحقاقات، إضافة إلى حضور وازن أيضا للمرأة الناخبة. النقطة الثالثة وتتعلق بمدى احترام التدابير الاحترازية في أثناء عملية التصويت. يمكن القول بأن العملية الانتخابية في مدينة طنجة تمت في احترام تام وكامل للتدابير الاحترازية، لا من قبل المواطنين ولا من قبل المسؤولين عن مكاتب التصويت. النقطة الرابعة تتعلق بمدى نجاح الإدارة الانتخابية والمواطنين في التعامل مع المستجدات التنظيمية التي جاءت بها استحقاقات الثامن من شتنبر 2021، حيث تمكن المواطنون بفضل مساعدة يعني المسؤولين عن مكاتب التصويت من الاستئناس بالنمط الجديد في الاقتراع والطريقة الجديدة في الاقتراع، والاستئناس أيضا مع اللوائح الانتخابية الجديدة، وذلك كما قلت بفضل مساعدة المسؤولين في مكاتب الاقتراع. لذلك يمكن القول محمد أن مدينة طنجة نجحت في هذه التجربة التي يخوضها المغرب لأول مرة في تاريخه، في الفترة الصباحية الجمع. قلت بأن وتيرة الإقبال كانت لربما منخفضة، ماذا عن وتيرة الإقبال بعد الساعة الخامسة؟ بعد الساعة الخامسة كيف كانت وتيرة الإقبال على مكاتب التصويت؟ كما قلت يعني في ساعات الصباح الأولى كانت المشاركة نوعا ما ضعيفة، لكن ومباشرة بعد صلاة الظهر لاحظنا تقاطر وتوافد أعداد الناخبين على مراكز الاقتراع، وخصوصا كما قلت في الساعتين الأخيرتين قبل أن تغلق صناديق أو مكاتب الاقتراع أبوابها لاحظنا يعني تدفق مهم لأعداد الناخبين. وكما قلت يعني في مداخلاتي السابقة ربما ذلك راجع إلى السلوك الانتخابي للمواطن الطنجاوي الذي يفضل ربما أن يدلي بصوته ويقبل على الصناديق في الفترة الزوالية.